يعني حتى بالشارع باقليم كردستان؟ هذا اللي هددتوا به انتم. كل السنين استاذ العزيز، يعني مثلا وحده كيان اقليم كردستان، كل مواطن كردي نحن نعتز بكياننا الدستوري وهو اقليم كردستان العراق، نحن نعتز بهذا الكيان. ولكن هناك توازنات قوة موجودة، جغرافيا سياسية موجودة في أقليم كردستان، نحن شركاء في حكومة أقليم كردستان كذلك، لا يزال الاتحاد الوطني، لدينا نائب رئيس وزراء، لدينا وزراء، لدينا وكلاء وزراء، مدراء عامين مشتركين في الحكومة، ولكن نحن لا نتمنى أن ينعكس ما يحدث في بغداد على الاصطفافات. يعني أنا كرأي الشخصي كأحمد الهركي، أنا أتمنى أن يعني أن يكون البيت الكردي موحد، أن نتجاوز ويتم تغليب المصلحة القومية، ولكن وش قرار الحزب، نعم وشنو ده يثر نعم قرار بغداد، الحزب، شنو ده يثر بغداد على البيت الكردي؟ يعني مثلا موضوع رئاسة الجمهورية، ربما الاتحاد ايه الوطني إذا أصبح المنصب في يعني ذهب إلى ما لا يرغبه، ربما سينعكس ذلك على اصطفافات داخل البيت الكردي.